والحث عليه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله فقال: علمني كلاما أقول. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فالذكر زين، ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. التزموا في ذكر الله والتكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار، والله العظيم لتبشرون بالخير. الرجال قبل لا يكون رجال، جميع أي إنسان سواء رجال ملتزم بحاجات، من تقرب لله سبحانه وتعالى اقترب له كل شيء، ومن حبه الله حبه الناس. فاقترب لله بصلاتك، فأعمالك، فالذكر. فهذا الله يجزاني وإياكم ألف خير. وقبل لا يفوتني هذه الأذكار حطها قاعد، الله يذكره بالخير ويجزاه ألف خير، والله العظيم أنها أجر إلا والله يجزاه خير. هذا اللي بقى من قاعد بقى فعل خير، كل ما صلينا قرأنا، الله يجزاه خير ويكثر من أمثاله. وأبو فهد أخو، والله يكثر من أمثال قاعد ويكثر من أمثالكم، الله يجزاه خير وعمركم ما يقصر.